اهلا بحضراتكم مره ثانيه. دلوقتي ناخدكم مجموعه من الاخبار الخفيفه اللي حصلت بره مصر. والحقيقه دلوقتي معانا قضيه اغرب من الخيال كانت موجوده في المحاكم الامريكيه، ده بعد ما اطلقت سلطات في شيكاغو سراح رجل اسمه كيفن دوجار. الرجل ده قضى عقوبه في السجن مدتها 19 سنه بتهمه القتل في حادث اطلاق نار سنه 2003. لحد دلوقتي الموضوع عادي جدا، لكن اللي مش عادي ان الشرطه قبضت عليه مش هو اللي ارتكب الجريمه، اللي ارتكبها هو اخوه التوأم. مشكلة بقى ان الاخ ما اعترفش بالجريمه اللي عملها غير بعد 19 سنه من وقوع الحادث. كنا لسه بنتكلم عن الجدعانه من الناس الغريبه، فتخيلوا ده اخوه سلمه 19 سنه. لا هو واضح انه هو اللي مش عايز يقول، اللي هو مش عايز اخوه، بيحب اخوه قوي فسجن بداله، واخوه جاي يعترف بعد 19 سنه. ما اخوه هيتحبس اكيد هو كمان دلوقتي، ما هو المرتكب الجريمه صح. ايه يعني 19 سنه بتحصل بيعتذروا للراجل اللي اتحبس غلط، ودي حصلت اكتر من مره بره، واللي نفذ الجريمه طبعا هو لازم يعاقب. يعني مش معقول عشان اخوه قضى العقوبه 19 سنه فيرفعها من عليه، ما هو اللي قتل. كمل. طيب خليني بقى اوديك لموقف تاني مضحك بقى، يعني بلاش اروقه المحاكم، موقف لذيذ شويه. في فيديو كده هنشوفه فيل وهو بيجري ورا عربية نقل كبيرة محملة بالخضار. الفيل قاعد يجري ورا العربية دي، هو عنده أمل في أنه يخطف أي حاجة من العربية وهي ماشية. طبعا سواء العربية لاحظ الفيل بيجري وراه فقعد يتفاداه قبل ما يوصل للعربية. نربط الموضوع بالجدعنة، اديله حاجة. طيب بالظبط ده جميل، بدل ما يطلع يجري وراك اديله حاجة والموضوع هيخلص. ده جميل خالص. ده بيهرب منه. هو مثلا الفيل ده من ألطف الكائنات الحية على وجه الأرض، فأنا لو من السواق ده كنت أكيد ما تعاملتش مع فيل قبل كده، مش عارف ما روحتش حديقة الحيوان قبل كده؟ روحت بس ما يعني تعاملتش قوي. ما عارفش هم ألطف ولا لأ.